بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يقول صلوات الله وسلامه عليه كما عند مسلم في الصحيح من حديث أنس عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، حتى إذا نجا منها قال: الحمد لله تبارك الله رب العالمين الذي نجاني منها، لقد أعطاني الله شيئا لم يعطه أحدا من الخلق هذا ووقتها. أين أهل الجنة؟ في الجنة، وهو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة ويقول هذا، يقول: تبارك الله رب العالمين الذي نجاني منها. فترفع له شجرة فيقول: أي رب، كان في الأول غاية أمره أن ينجو من النار، الآن نجا من النار، فيقول: أي رب، أدنني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيأخذ رب العالمين عليه العهد أن لا يسأله غيرها فيدنيه منها، فترفع له شجرة أحسن منها، فيقول: أي رب، أدنني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول عليه الصلاة والسلام: وربنا يعذره، لأنه يعلم أنه يرى ما لا قدرة له عليه. فإذا استظل بظلها وشرب من مائها رفعت له شجرة أعظم من الأولين، فيقول: أي رب، أدنني منها. فيقول الله: يا ابن آدم، ما يصرني منك، أي ما يقطع سؤلك، وربه يعذره. فإذا دنا منها سمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي رب، أدخلنيها. فيقول الله عز وجل له: أدخلها، ولك مثل أعظم ملوك الدنيا ومثله معه. فقال الرجل يقول لربه: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فلما حدث بهذا ابن مسعود ضحك، قال: ألا تسألونني مما أضحك؟ قال: مما تضحك؟ قيل: مما تضحك يا صاحب رسول الله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثنا بهذا الحديث ضحك. قلنا: يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين، فإن الله إذا قال له عبده: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ يقول جل جلاله: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. اللهم إنا نسألك بقدرتك ورحمتك أن تدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك بقدرتك ورحمتك أن تدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك بقدرتك ورحمتك أن تدخلني الجنة.